السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلوا على رسول الله. روشيتا لعلاج كل مشاكل المعدة والقولون، طبعا عنوان براق وجاذب. طبعا الكلام ده كذب جدا جدا جدا. طلع علينا زميل في السوشيال ميديا ماسك علبتين، بيقول ان العلبتين دول حل لمشاكل المعدة والقولون والأمعاء، وكل براحتك وكل كل حاجة. طبعا كلام كذب 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 وضلال وعدم ضمير وقلة مبادئ. من أجل عمولة من شركات الأدوية بيعلن عن مادة، هذه المادة تسمى مثبطات مضخة البروتون أو بروتون بامب انهيبيترز. المادة دي بتمنع المعدة من إفراز العصارة الهاضمة، يوم يحصل إيه؟ الهضم يقل جدا، تتضرر المعدة. طبعا الكلام ده في منتهى الخطورة، واستخدام مثبطات مضخة المعدة أو مثبطات مضخة البروتون البروتون بامب انهيبيترز بتسبب سرطان، بتسبب سرطان على المدى الطويل، ولا يتم استخدامها أكتر من شهرين تحت إرشاد ومتابعة دقيقة من الطبيب. وما ينفعش ان حضرتك تقول كله زي ما انتوا عايزين، لا، ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، وحسب ابن ادم بضع لقيمات يقمن اوده. تناول افطارك كاملة، تقاسم غذائك، اعطي عشاءك لعدوك، اعطي عشاءك لعدوك. الطعام سم قاتل، الطعام سم قاتل. قلة الطعام شيء في منتهى الاحترام للصحة. مفيش دواء اسمه هيوقف العصارة الهضمية يقوم يحل المشاكل، لا، ده هيجيب المشاكل عشان تعي اكتر، عشان تشتري ادوية اكتر. طب فرضنا انت عندك سوء هضم، يبقى فيه حاجة مهضمة، حاجة مهضمة، انزيمات هضمة جنب العصارة الهضمة اللي موجودة تقوم تساعدك، حاجة زي كده. مثلا اي حاجة دايجينورم، دايجستين، زايموجين، اي حاجة مش شرط ده، لا اعلن عن الدواء ولا تذهب للصيدلية الا مجبرا ومضطرا تحت ارشاد ومتابعة الطبيب. ما تروحش صيدلية بتتفسح، ما تاخدش اي دواء من دماغك، وما تسمعوش كلام الراجل ده، عشان الراجل ده لا يغرنك من الثعبان ملمسه، ضحكة صفرة وفي الآخر يجي سائك السم. أيام مفترجة يعني، خليك في الأيام العادية، وقف دلوقتي، ربنا يهديك، تكير وموتشو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.